القفطان من أهم الألبسة التي تحظى بمكانة مرموقة في عالم الموضة منذ قرون وإلى يومنا هذا، خاصة من الدول التي كانت تحت لواء الدولة العثمانية كالجزائر، تونس، البوسنة وصربيا وألبانيا، بالإضافة إلى تركيا وارثة التاج العثماني. فمنذ انهيار الإمبراطورية العثمان يعمل الأتراك على المحافظة على هذا اللباس الملكي، خاصة في الآونة الأخيرة بعد محاولة البعض الاستيلاء على هذا الإرث العثماني التركي ونسبهم إليهم كذبا وبهتانا، حيث يخوض الأتراك حربا غير معلنة بإسماع العالم وبصوت مرتفع عن تراثهم الثقافي الذي يعد تراثا عالميا تتقاسمه معهم عدة دول، يختزل مكانة الدولة العليا. القفطان والتركي العثماني أصبح يعرف في الآونة الأخيرة إقبالا واسعا من طرف الأتراك وحتى الأجانب. خاصة الذين ينحدرون من دول كانت تعتبر جزءا من الإمبراطورية العثمانية، حيث تتنوع أشكال وألوان هذا القفطان الملكي، خصوصا مع إبداع الأنامل التركية التي تعبر عن الذوق الرفيع للعثمانيين. قفطان تزينه أحجار مرصعة بأشكال مختلفة متنوعة تسحر والناظر إليها، إضافة إلى الطرز الملكي المميز، فضلا على الحزام الذي يشكل عنصرا أساسي بالنسبة للقفطان العثماني. وما يميز القفطان التركي العثماني عن الأنواع الأخرى التاج الملكي الذي يدل على مكانة هذا اللباس العالمي.